ينضم معنا من هناك مراقب للشأن السياسي حسين العامل. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا مئة هلا مرحبا. أستاذ حسين، حدثنا عن أسباب هذا التصعيد من قبل المتظاهرين. حقيقة الأسباب متعددة، يعني هذا الأحداث الأخيرة كانت بالتشويش على إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين، يعني حركة سياسية، يعني تحركات سياسية أو صراع مغانم نقدر نقول عليه ما بين الأطراف السياسية في محافظة الذقة، ولهذا السبب كانت مواجهات عنيفة. يعني هذه مولدة أمس، يعني لماذا بهذا التوقيت بالذات؟ هو سبقا قلت يعني للتشويش على أحداث انتفاضة على إحياء ذكرى تشرين، يعني بالبداية، وبعدين تطور لاستغلال هذه المناسبة لتحقيق أغراض سياسية من قوى الأطراف المتصارعة على مغانم السلطة. هذا اللي حدث عندنا. يعني نعم أستاذ حسين، هناك تصريحات تشير إلى وجود مندسين في صفوف المتظاهرين، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ حقيقة الصور اللي أظهرتها الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت يعني عبوات زجاجات مالوتوف، وأظهرت مسدسات هاي التركية، نوعية التركية اللي هي تحوير أساسا، مو يعني مسدسات حقيقية. وهذا بالتأكيد هو يعني حاولوا أن يثيرون نوع من العنف والتأثير على حتى ينعكس ذلك على حركة التظاهرات. لكن المتظاهرين حقيقة متظاهري الحبوبي كانوا فطنين لهذه الحركة، وسرعان ما نفوا علاقتهم بهذه التحركات المشبوهة، وبالتالي أحبطوا أول محاولة لحرق مبنى المحافظة في يوم 21 الأول اللي صادف يوم السبت الماضي. يعني وهذا ما حال، لكن بعد ذلك يعني وعلى مدى 3 أيام يعني تواصلت المحاولات إلى أن تم حرق الكرفانات ومهاجمة المبنى بالحجارة وإصابة 42 ضحية أمنية، ومجمل الإصابات كانت حدود 70 إصابة. طيب، من بين 40 إصابة من القوات الأمنية. طيب أستاذ حسين، يعني بالنسبة للوفد الحكومي اللي وصل إلى محافظة ذيقار، يعني هل التقى بممثلي المتظاهرين من أجل تهدئة الأوضاع؟ ما عندي علم، لكن عموما المتظاهرين هم يعني كانت أكو بعد الأحداث صارت حملة اعتقالات شملت تقريبا 25 عنصر من المشاركين بهذه الأحداث، وتشير القوات الأمنية بأنهم هناك اعترافات يعني بهم يعني ممولين من جهات معينة لم يكشفوا عنها. لكن هذه الأحداث عموما كانت للتشويش على تظاهرات تشرين بالتأكيد. نعم، من ذيقار حسين العامل المراقب للشأن السياسي، شكرا جزيلا لك.